هذه خرافة، بل قل هذا يذكرنا بقصة حصان طروادة. ما هو حصان طروادة؟ أحسنت يا أمين، لقد عرف أنك ستسأل. سعيد هل عندك يا سعيد؟ انتظر انتظر يا عمروان، لم أكن أريد أن أتحدث ولكن سأتحدث. يا عمروان أمين يغار مني يا عمروان، انظر يا أمي. يا سعيد، أنت مستعد لتشرح لكعك في هذه الحالة الآن عن حصان طروادة؟ أنا مستعد دائما يا عمروان. تفضل يا سعيد. وتعرف لم أكن أريد أن أتحدث ولكن سأتحدث. طيب. وأسئلة كعك تنم عن حب للثقافة والعلم، ولابد أن أتحدث عن حصان طروادة. نعم تفضل يا سعيد. حصان طروادة يا كعك، استمع جيدا يا كعك. حصان طروادة هذه قصة قديمة، أسطورة. أسطورة نعم. نعم كانت بين الإغريق وأهل طروادة اليونانيين. اليونانيون نعم، كان عندهم حصن منيع، فدامت الحرب 10 سنوات لم يستطيعوا أن يقتحموا هذا الحصن، فصنعوا قصة جديدة والحرب خدعة، فقاموا بصناعة حصان كبير. الإغريق صنعوا الحصان، حصانا كبيرا خشبيا، وأدخلوا بداخله فرسانا بداخل هذا الحصان، ومثل بعض البقية دور كأنهم رحلوا. نعم، وقام جاسوس منهم أقنع اليونانيون وقال أقنع الطرواديين. الطرواديون نعم، قال لقد رحلوا، وهذا حصان هو رمز للسلام. فكانت الخدعة، مشت الخدعة على الطرواديون، وقاموا بأخذ الحصان على الطرواديين. يا حسعين، الطرواديين نعم. على حرف جر يا عمروان. الطرواديين مجرور نعم. فقاموا بأخذ هذا الحصان وأدخلوه داخل السور وداخل طروادة. صحيح. أغلقوا السور، وفي الليل احتفلوا بهذا الرمز، رمز السلام، وأن الحرب انتهت وهكذا. ثم بعد ذلك ناموا. فخرج الفرسان الإغريق من هذا الحصان، وفتحوا أبواب السور، ودخل الجيش، ومن ثم سقطت طروادة، وبهذا سمي حصان طروادة. هؤلاء طرواديون حمقى. أليس كذلك يا عمروان؟ ضحك عليهم الإغريق. الحرب خدعة يا كعك، الحرب خدعة، وهذه أسطورة، ربما تكون صادقة وربما تكون غير ذلك.